ليرة ورا ليرة معي أنا كارولين. مرحبا. بعد ما كتير من السوريين تهجروا ببلاد مختلفة، في أمور كتيرة فرضت حالة على نمط حياتهم وصار من الضروري يفهموها ليعرفوا أهميتها وكيف يتعاملوا معها. التأمين هو واحد من هاي الأمور يلي كانت جديدة على كتير من السوريين، وخاصة يلي هاجروا على بلاد التأمين فيها إجباري. فشو هو التأمين وشو أهميته وشو أنواعه؟ التأمين هو عقد بين طرفين، الطرف الأول هو المؤمن وهو عادة شركة التأمين، والطرف الثاني هو المستفيد من التأمين، وبنص العقد على أنه الطرف الثاني يدفع مبلغ دوري للطرف الأول مقابل أنه يغطي الطرف الأول أي ضرر بيصيب الشيء اللي الطرف الثاني مأمن عليه. والتأمين بيتنوع بتنوع المخاطر المحتملة وبينقسم من ناحية التغطية لثلاث أنواع رئيسية، هي التأمين العام والتأمين الصحي وتأمين الحماية والادخار. ومن هالأنواع الثلاثة بتتفرع كتير أشكال للتأمين، رح نحكي اليوم عن أشهرها. تأمين من الحوادث الشخصية أو التأمين على الحياة، بغطي هذا النوع من التأمين أخطار الحوادث الشخصية وبيعوض المتضرر بحال إصابته بحادث أو بيعوض ورثته في حال الوفاة. وفي تأمين إصابات العمل، وهذا التأمين بغطي تكاليف مخاطر إصابات عمل للموظفين والعاملين من مصاريف طبية وقانونية وتعويضية، وعادة الشركات هي اللي بتدفع مقابل هذا النوع من التأمين مو الأفراد. ومن أشكال التأمين الكتير معروفة تأمين المركبات، بغطي الأضرار اللي بتتعرض إلى المركبات نتيجة حوادث السير أو الحرائق أو السرقات وغيرها. وفي كمان التأمين الصحي أو الطبي، وهو التأمين اللي بغطي تكاليف الأمراض والحوادث العامة وتكاليف الأدوية ومراجعة الأطباء والعمليات الجراحية وكل الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية وإدارة البرامج الطبية. تأمين الممتلكات فبغطي المخاطر المحتملة على الممتلكات الخاصة ويلي من بين المصانع والشركات والبضائع والمستودعات، وبيعوض عن الأضرار يلي بتصيبها بحالة الحرائق أو السواعق أو غيرها. وفي تأمين السفر، وهذا النوع من التأمين بغطي المخاطر المختلفة يلي ممكن إنها تصير وقت السفر مثل تضييع الشناتي أو المصاري وتأخر الرحلات والحالات الطبية الطارئة. وكمان في عنا تأمين ضد السرقة والسطو، وهو التأمين يلي بغطي تكاليف المخاطر المتعلقة بالسرقة وبيعوض عن قيمة الممتلكات والخسائر يلي بتتعلق باستخدام القوة والعنف. هل هي كل هاي أنواع التأمين؟ أكيد لا، في أنواع كتير تانية للتأمين بس هي أشهرها. وفيني إلكن باختصار أنه أي شيء بدكن تأمنوا عليه لتتعوضوا عنه بحال نصاب بأي ضرر، رح تلاقوا شركات تأمين تأمن لكم يا مقابل مبلغ معين تدفعوه بشكل دوري. هلأ ممكن حدا يقول أنه طيب أنا بركي أمنت على سيارتي مثلاً ودفعت مبالغ التأمين وما صار علي شيء، المصاري اللي دفعتها ما رح ترجع لك، بس تخيل لو صار علي شيء. ببعض الدول تكاليف إصلاح ضرر الحوادث بيوصل أحياناً لسعر المركبة نفسها أو بيتجاوزه، فالتأمين بيحسسك بالأمان من هاي الناحية. وهي المعلومات اللي قدمناها عن التأمين هي لمحة، بس إذا كان التأمين من نمط حياتك الحالية وضرورة بالنسبة لإلك، لازم تدور وتعرف أكثر عن التأمين وشو إلك وشو عليك. سلام. ليرة ورا ليرة معي أنا كارولين.